هندخل الدقيق هضيف تدريجي كوبايه معياريه من الحليب هلف العجينة ونرجع نشوفها مع بعض. بقى انا لفيت العجينة عجنتها تقريبا 10 دقايق بالشكل ده، وزودت على كوباية اللبن بالظبط ربع كوباية من اللبن كمان. طبعا دي هتختلف على حسب نوع الدقيق، انا كده هغلفه بشوية من الزيت وهسيبها ترتاح ساعة. العجينة بعد ما سبتها ترتاح ساعة، لازم ترتاح ساعة، هكورها هغلفها برضو بالزيت وهسيبها واكمل بقية الكور وهسيبها ترتاح نص ساعة كمان. خدت اول كورة بدأت ان انا افردها من بعد ما ارتاحت خالص، هنا سايحة زبدة دي هرشها كده. انا هنا هحط معلقة صغيرة من النشا رشة كده، عندي جبنة رومي مبشورة هاخد منها جزء وهحشي بيه الفطيرة دي. عندي الكمية كلها بقت جاهزة من الفطير، هساوي جزء في الفرن وهساوي جزء في الطاسة، هحط هنا شوية من الزبدة هاخد معايا واحدة عليها جزء كده بسيط من الزبدة، هبدأ ان انا افرد فيها بس شوية كده بالشكل ده، مش هفرد قوي، هي عندي كده جاهزة وهاخدها على الطاسة ونشوف احنا هنسويها ازاي في الطاسة. الطاسة لازم تبقى سخنة وبعدين هنزلها لمتوسطة، تعالوا يعني نشوف هنسويها ازاي مع بعض. طالما سخنت الطاسة هنزل الحرارة لمتوسطة ونقلب فيه كده لحد ما يستوي، متبقاش النار عالية طبعا علشان ما يتحرقش.
عندي صينية هدهنها زبدة علشان نعمل فيها الشكل اللي احنا عملناه رول. تمام، هجيب طبق هدهنه برضو زبدة، هنشوف هنعمل فيه ايه مع بعض. هنا ده الشكل اللي احنا لفيناه رول، قطع نصين. وهخلي الجزء ده هو اللي جوه واحطه في الطبق وهفرده واحط فيه جزء من حشوة الجبنة، جبنة رومي. هبدأ ان انا اخد الاطراف واقفله. هنا انا قطعت الجزء ده معايا نصين، هعمله سادة، دايما الجزء ده يبقى تحت. انا هدهن معايا الفطير ده زبدة وهدخله الفرن على درجة حرارة 200 مئوية. دخلوا الفرن ونشوفه لما يطلع مع بعض الفرن. هنشوفه بقى لما يخلص مع بعض. هنا انا دول اخر اتنين فردتهم وهسويهم في الطاسة، واللي انا عملته رول موجود في الفرن. تعالوا نشوفه هنسوي دول ازاي. نستمر في تحريكه عشان ياخد اللون اللي انا عايزاه. هي باللون الحلو ده الذهبي ده، هنشوفه بالتقديم مع بعض. عندي الفطيرة السادة، يبقى نحط عسل، نحط سكر باودر والعسل اللي انا مستخدماه. عندي المدور اللي عملناه طبعا سخن جدا، يبقى شكله كده. تحفة. جنن، شكله جديد وحلو ومقرمش. ممكن نزوقه بشوية من السكر الباودر. نفتح مع بعض واحد ده بالجبنة، جبنة رومي. شوفوا مع بعض الجبنة من جوه. شايفين جميل ازاي؟ ومورق وتحفة. كل ورقة ورقتها هدي الجبنة جوه اهي. انا طبعا استنيت عليه لحد ما هدي علشان اعرف امسكه. ناجح 100% وجميل ولذيذ وسهل اهو. ان شاء الله تجربوه وهيعجبكم.